مساء الخير، مساء الجمال على كل متابعين قناة دريم اللي بيتابعونا دلوقتي على الهواء مباشرة. طبعا زي ما عودتكم كل مرة، الميك اب هو حاجة أساسية عند الست، فعشان كده معايا النهاردة خبير التجميل رامي رسمي. أنا اللي عجبني في الموضوع كله رسمي، يعني يعني دلوقتي حسنا بقول له حياتك كلها رسمية كده كده يا رامي؟ طبعا اكيد. يعني ممكن انا بحب ابقى رسمي في كل حاجه. طب يعني ما بتتحدش في مواقف كده لما يقول لك تيجي تقول رامي رسمي فبيقول لك فعلا انت رسمي؟ لا بتحط اكيد في المواقف ده كتير يعني، وفي ناس بتقعد تهزر معايا على الموضوع ده، بس اوكي يعني بس بعرف جميل اتعايش. جميل 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 بالزبط. طبعا برحب بالموديل الجميله منورانا النهارده. طبعا رامي عارف انت طبعا موضوع الميك اب ده حاجه ما بنت بتستغناش عنها، ممكن بالزبط. تستغنى على يعني مثلا اي حاجه اي حاجه ثانيه الا موضوع الميك اب. عايزين في البدايه اسالك حاجه مهمه جدا. فضلي. في بنات بتعمل ميك اب بتخلي نفسها يعني هي صغيره في السن وبتخلي نفسها كبيره، يعني بتكبر نفسها. بالظبط. ازاي احنا نقدر ننصحها ونساعدها ونقول لها انها تبعد عن الاخطاء اللي تخليها توصل لمرحله ان هي تبين نفسها كبيره في السن؟ تمام اوكي. في البدايه هي لازم تبقى عارفه نسب وشها ونوع العين ونوع الوش بتاعها عشان تعرف تختار ميك اب مناسب ليها. بمعنى يعني لو هي عين صغيره لازم تبقى عارفه ان هي تبعد تماما عن كل الالوان الغامقه عشان تعرف تبين ان عينيها كبيره، والعكس لو عينيها كبيره او العيون الجحزه لازم تبقى معتمده في الميك اب بتاعها على الالوان النورمال، يعني النورمال او الغامقه عشان تبين عينيها أصغر. في الكحل بتاع العين بنقدر في العيون الصغيرة نستعمل كحل أبيض أو أوف وايت، ده بيوسع العين. أوكي. بالنسبة للعيون الكبيرة بنستعمل بقى حاجات أغمق، يعني أسود، كحلي، الألوان دي بتبين العين أصغر. اللي هي إيه بالظبط؟ الكحل بتاع العين لو اسود او كحلي للعيون الكبيره بيصغرها. الابيض او الاوف وايت ده للعيون الصغيره بيكبرها. حلو بالزبط. جدا. طيب يعني ده بيمشي في كل الحالات لو هي مثلا اوكي، ممكن دي حاجه سهله جدا احنا تمام. عايزين بس موضوع الميك اب يعني رسمه العين الكونتور للوش تمام. ازاي ان هي ممكن الكونتور برضو كل وش ليه نوع معين، الوش الطويل والوش المدور والوش المثلث والوش المربع. طبعا اهم حاجه لازم نبقى عارفين نسب الوش المظبوطه، بمعنى التلت بتاع من اول الجبهه لحد الحاجب، ومن الحاجب لحد المناخير، ومن بعد المناخير لحد الدقن، يبقوا التلات نسب مظبوطه عشان انا اعرف اعمل كونتور مظبوط. في حاله ان في حاجه من النسب دي مش مظبوطه معايا، انا بضطر اغمق اماكن وافتح اماكن تانيه، الاماكن اللي انا بفتحها عشان اظهرها والغامقه عشان اصغرها. اوكي. فهي دي اكتر حاجه انا اقدر استعملها عشان اعرف اقيس نسب الوش المظبوطه بتاعتي. أوكي. بالنسبه للخدود، في ناس بيبقى وشها مسحوب وطويل ومش مش بيعرفوا يتعايشوا مع الوش الرفيع، بيبقى نفسهم يبقى عندهم خدود. انا عايزاك بقى وانت بتكلمني تفضل كده مكانك بس ما بتتحركش. طيب تمام. بحاول ان انا اجي يعني عظمه الخد اهي من اول الودن لحد نهايه المناخير، اقسم بلون غامق واعمل بلندنج تمام عشان ابين في عندها خدود، ما يبقاش وشها رفيع. في حاله الوش ممتلئ او هي عندها خدود كتير، لا بحاول بقى ان انا ابتدي من اول الودن لحد خدود. النهايه. احنا عايزين خدود. يبقى زي ما انا قلت من اول الودن لحد نهايه المناخير. وبعمل بلاندنج تمام بكيرف كده، وهنزود بعد كده هنا هايلايتر. نقطة مهمة دلوقتي عايزة اسألك فيها كمان موضوع الخدود، لو الست عندها خدود الكونتور كمان ينفع ان هي تلعب بالكونتور وهي عندها خدود كتير؟ ده بيرفع، ببتدي من اول الودن فوق لحد نهايه البق بكيرف كده لتحت، مش زي الفكره الاولانيه. السحبه دي بتبين الخد ارفع وبتبين وشها ارفع، ده غير دوران الوش نفسه. انا برضو بحاول اغمق من هنا عشان انحت، يبقى عندها عظمه فكين، الوش متحدد. اوكي حلو. طب ايه اكتر وش دلوقتي في بنات بتحب الميك اب جدا جدا بس بتحبه بطريقه انه هي بتأور في نفسها؟ دي حقيقه. جدا يعني عايزين نعرف ايه الوش اللي اكتر حاجه ممكن هي قد ما تحط ميك اب اوكي حلو عليها، وايه الوش اللي لازم ما تحطش ميك اب كتير؟ تمام.
مبدئيا دلوقتي فعلا ما بقاش كل الناس بتعرف تتعامل مع الميك اب بطريقه صح، لان ما حدش يعني مش كل واحد فاهم وشه عامل ازاي او العيون او الشفايف او الحواجب. فلازم قبل ما انا ابتدي اختار ستايل معين انا عايز اعمله لازم ابقى عارف العيون عندي صغيره ولا لا، العيون عندي كبيره، العيون عندي لوزيه مسحوبه، كل الحاجات دي لما انا بكررها. وطبعا العين انا بتكلم عن العين عامه عشان هي اللي بيبقى ليها عامل اساسي كبير في الميك اب، بناء عليه انا بعرف احدد حاجات تانية. الكونتور زي ما انا وضحت مبدئيا الكونتور ما بينفعش في الميك اب اليومي. لا هو يعني اصلا الكونتور ده دلوقتي عند البنت حاجه اساسيه يعني. اساسي تمام، انا مش معترض عليه، بس هو في المناسبات يعني سواري، خطوبه، عروسه. لكن ان في الخروج العادي يعني واحده نازله رايحه الشغل بتاعها الصبح الكونتور بيبقى ملفت. ممكن اعمل كونتور خفيف باودر لكن ما يبقاش ليكويد وباودر، الاثنين مع بعض بيبقى شكلهم ملفت قوي الصبح بالذات بقى في الشغل. اوكي طيب خلينا نروح بقى للالوان دلوقتي. ايه الالوان اللي دارجه اللي ضاربه دلوقتي؟ انت عارف موضوع زي الست مثلا دلوقتي، انت شايف موضه اللبس دلوقتي ما فيش مشكله في الالوان ابدا. بالظبط. اوكي الميك اب كمان كلمني عن الالوان. الميك اب زي ما هو ما فيش الوان لسه يعني اتغيرت عن السنه اللي فاتت. الكشمير بدرجاته، الوان النيود، البيربل بدرجاته لسه موضه. بس انا دايما اقول كلمه، انا ما ينفعش اقول الموضه وافضل ماشي كلمتين. وراها. عايز تقول كلمه؟ قلت لك كلمتين. لا انا هقول كلمه واحده. اكمل عنك الباقي ماشي. الله يخليكي. الفكره ان ما ينفعش امشي ورا موضه وانا مش عارف دي هتبقى مناسبه معايا ولا لا. مش كل مش كل حاجه في الموضه تليق علينا. بالظبط، يعني انا ممكن السنه دي تبقى الموضه السموكي وانا العيون صغيره، مش هينفع اعمل سموكي. فعلى قد ما انا ممكن ابقى متابع الموضه بس ما يعني ما اقولش ان عشان دي موضه انا لازم اعملها. مش كل حاجه بتليق على الوش. لازم هرجع اقول تاني، لازم ابقى انا فاهم نوع الوش بتاعي، العيون ازاي انا اعرف اعالج العيوب اللي موجوده فيها. بناء عليه انا هعرف اقرر انا ايه اللي هيناسبني من الموضه وايه اللي مش هيناسبني. حلو جدا. طيب خلينا نروح دلوقتي الرموش. تمام. الرموش في اسئله كتير بتطرح، يعني يا ترى الرموش يعني عارف كلها واحده بواحده دي مناسبه ولا لا، بتضر العين ما تضرش العين، ايه رايك فيها؟ هي مناسبه جدا، وخصوصا ان مش كل الناس متعوده على الرموش، في ناس اصلا ما بتحبهاش، فبتبقى مريحه جدا لان بيبقى منظرها ناتشرال مش فيك. يعني الواحده بواحده احسن من الكامله؟ على حسب نوع العين، بس انا بستعملها معايا لما بلاقي عروسه مثلا او في ميك اب سواريه هي مش متقبله شكل الرموش، بتبقى حاسه ان هي فيك، طويله، كثيفه، وهي مش متعوده على كل ده. لا يعني لما تفضل بيها مده طويله، يعني مثلا تركب رموش تقعد بيهم شهر شهرين. في ناس كتير بس بتعمل طبعا ده. مضر جدا. بنصح بيها في حاله واحده، لو هي فعلا عندها مشكله في رموشها. مش يبقى عندها رموش، ربنا مديها رموش كويسه وهي حابه ان هي تعملها لمجرد ان هي تريح نفسها، ما تحطش ماسكارا، ما تركبش رموش. لا انا شايف ان لو انت ما عندكيش مشكله ما تضطريش ان انت تركبيها، وتعايشي احسن مع ان انت تركبي رموش او تستعملي نوع ماسكارا كويس يديكي كثافه لرموشك احسن. لكن لو في مشكله لا، يعني انا شايف ان تلجا لها، لان هي اوريدي بتعالج حاجه، مش عاملاها عشان هي عايزه يبقى شكلها حلو. حلو بس جدا. حلو. طيب دلوقتي احنا شايفين الميك اب اللي انت عامله، هسال سؤال، الروج فضلي. اللي انت بتاع عامله دلوقتي لو انا مثلا انا شايفه انه انت شايف ان الروج ده مناسب للميك اب، مناسب ليها هي يعني. تمام. اوكي يا ترى لو انا عايزه احط حاجه ثانيه انا مش حباه، انت نقدر. شايفه مناسب بس انا مش حباه. تمام اوكي، نقدر نحط اي درجه من درجات النيود، درجات البيجات، بس ما يبقاش بيج فاتح لان انا مش عامل سموكي برضو، يعني الميك اب مش تقيل قوي. درجات الكشمير اللي هي افتح من دي كمان، لكن اي درجه تانية هتبقى اغمق من الدرجه اللي انا حاططها لا مش هتبقى مناسبه. بس ممكن احط بيربل فاتح كمان لان البيربل نازل موضه في الميك اب كتير. حلو حلو. طيب رسمه الحواجب بقى. تمام.
رسمة الحواجب طبعا صار يعني زمان، من تقريبا 4 سنين كانت عارفة زي السحبة كده، يعني سحبينها لدرجة انه والالوان ماشي. طب انت لو هي، انا شايفة حواجبها حلوين وملائمين جدا وماشيين مع وشها، اوكي تمام. طب تجي لك واحدة كده تقول لك لا انا عايزة حواجبي مش عارف ايه، يعني مثلا حواجبها هي يكونوا سود غامقين قوي، والموضوع ده على طول بنتكلم فيه، وهي شعرها اسود وحواجبها سود ورسمه حواجبها وهي عايزه نفسها كده، يا ترى انت تقدر طيب توصل معاها النتيجه؟ بقدر اوصل معاها النتيجه ان انا مفيش عامه عروسه انا بتعايش معاها ان انا احط لها ارسم لها حواجبها بلون غامق لون اسود، او ان انا اخليها تبقى سايبه حواجبها غامقه، لان اولا بيبقى منظرها فيك مش طبيعي، يعني مش حلو شعرها اسود وحواجبها سود. بخليها بني، البني البني الغامق، البني الناتشرال، بحيث حتى لو هي اترسمت يبقى باين ان شكلها طبيعي ما تبقاش ملفته. بالنسبه للرسمه ده برضو بيرجع تاني معايا لنوع الوش ونوع العين، هو اللي بيتحكم معايا في ان انا اختار رسمه الحاجب، إذا كانت تشاينيز أو إذا كانت مدورة أو إذا كان تمانية واتيفر بقى الرسمة اللي هتبقى معمولة. حلو جدا حلو جدا. طيب وفي ستات كتير بيكون عندهم الحتة دي هنا بتكون مليانة ممتلئة جدا فعلا، دي بنات كتير بيعانوا منها تمام ماشي. فلو احنا بس هم بيعانوا منها، بس في نفس الوقت هم الكونتور بيروح يتقلوا جدا لدرجة إنها بتبين باين باين، فاحنا ازاي نتعامل معاها انه نعمل الكونتور وفي نفس الوقت ما يبانش؟ بصي هو مهم جدا الكونتور مع الناس اللي عندها المشكله دي. اهم حاجه في الكونتور ان انا اكون عارف اعمل بلاندنج، ما يبقاش الموضوع باين ملفت، ما بقاش مجرد عامل خط داير ما يدور حوالين الوش وانا سايبه، لا اعمل احط اللون الغامق وابتدي اعمل بلاندنج بالبيوتي بلندر او وات ايفر هم بيستعملوا ايه في ان هم يعملوا بلاندنج للكونتور، وبعدين بحاول اجيب لون افتح واظبط الموضوع ده بس جدا. وبيبقى شكلها طبيعي جدا وبتبين وشها ارفع وعدت عليا كذا عروسه بالمنظر ده بيبقوا مبسوطين جدا يعني بالنتيجه. حلو حلو. طب لو واحده شعرها احمر تمام حواجبها لازم يعني هنا بقى بنحتار شويه، يعني بصي هو في درجه بني كراميل اللي أوكي. هي ما بتبقاش بني صريح ولا كراميل، اللي عارفه البني اللي فيه سيكت اورنج، اللون ده بيبقى مناسب مع لون الشعر الاحمر. طب قول لي رامي، انت عارف موضوع الميك اب ده موضوع بحر يعني طويل جدا، ايه الحاجات تمام. اللي انت تنصحنا بيها انه احنا في الصيف وفي الحر ده نبعد عنها؟ تمام. مبدئيا كده اي بنت او اي ست عادي هتبقى نازله في يومها، اذا كان الشغل اي خارجه اي في اي خروجه، في خطوات ثابته لازم تبقى ماشيه عليها عشان الحر وعشان الجو اللي احنا فيه والرطوبه والعرق وانواع البشره كمان. لازم اول حاجه يبقى عندهم برايمر. البرايمر ده حاجه مهمه جدا، مش هقول لك في الميك اب، هقول لك في الصيف. تحط على وشها برايمر، دي البدايه. بعد كده تختار نوع فاونديشن يبقى الكفر بتاعه كويس. لو عندها مشكله في عينيها، اذا كان في سواد او تحت عينيها لونه مش كويس، تجيب كوريكتر بيبقى لونه اورنج بيبقى لونه برتقاني، تفرده وتعمله بلاندنج كويس جدا، تحط فوقيه الكونسيلر ويبقى مش فاتح، يبقى افتح من درجه البشره بلون واحد عشان ما يبقاش اتنين. لا لون واحد او ثلاثة، لا انت مصره معايا. انت عايزاهم باثنين او ثلاثه؟ انا باخد بالجمله يا رامي. تمام اوكي. اخر حاجه يبقى فيه لوس باودر. لوس باودر ده مهم لان هو اللي بيكتم كل الطبقات اللي احنا حطيناها، بيخلي البشره ما تبقاش دهنيه، ما تتشققش، مع كل عوامل التعريه اللي احنا بنتعرض لها في اليوم يفضل الميك اب ثابت زي ما هو. ان شاء الله هيكون ثابت بالنصائح الجميله. طبعا الميك اب حلو جدا. بصي لي كده اشوف حلو جدا. يعني انت متجوزه؟ نعم ان شاء الله يا ربي زي ما اشوفك عروسه كده وافرح بيكي، فهو يكون يعمل لك الميك اب. ايوه الله يخليكي. طبعا زي ما احنا شايفين دلوقتي قبل وبعد، ده تحفه حلو جدا. رامي نورتني للاسف. الوقت خلاص. نورك اكيد. انا سعيد جدا ان انا كنت ضيف عندك النهارده. نورتني. واتمنى اكون كنت ضيف خفيف. لا طبعا انت خفيف فعلا. الله يخليك. يعني فعلا وان شاء الله اشوفك على طول كده متالق يا رامي. اكيد ان شاء الله. نورتني.
شكرا. وكده مشاهدينا خلصت حلقتنا، يا رب تكونوا استمتعتوا مع رامي رسمي طبعا ومعايا، وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي على خير.